انا وش الله امتحني بالوظيفه ذي اللي انا وش لي وش التدريب انا وش لي وش انت ما هقيت برجع خلوني على مسرح اغني بس يلا خلهم يجون وش خسراني لازم ندرب انفسنا عشان نروح للمباريات يلا ودنا المدرب يفصل بيننا هلا شباب هلا والله مرحبا منورين النادي جد هلا ما تعرفت عليكم كيف الحال هلا والله انا متحدي انا والشخص ذا ايش فيه يعني وش تحدي مع إيه؟ حزام اصفر ولا حزام اصفر شد اصفر ايه حلو حزام اصفر طيب في حزام احمر نبي الاحمر هذا حنا بس واحد منا ياخذه انت عرفت يقول لك مدرب انت يلا دربنا يلا تعال 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 يلا معي ها انت ما يعني صح حبيبي كاراتيه يلا كاراتيه سو كذا انا كذا سو كذا شت يا سلام يا سلام يا تعال 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 من اللي فاز من اللي بياخذ حزام الاحمر هذا سم هذا حزامكم هذا حزام هذا حزام انت مدرب انت وشو هذا شكله بالصوت ذا يا رجال امشي يا رجال يا شباب يا رجال بسرعه اللي وظف يا شباب امشي يا رجال بس الله راضيك حياك الله يا سلطان يعطيك الف عافيه في نص المسرح إذا أنت يا سلطان أبو غازي كيف شوف سلطان؟ يعني أنت بدأت حلو كنت يعني كنت أتمنى إنك تكمل بس صوت يا صوت يا جماعة بس صوت لو تكرمتوا ترى أخصم بن مناحي انتبه نقاطك عندي المهم خليني أكمل لك كنت أتمنى إنك تكمل يعني إنشاد إلين ما هم يكلموك بسم الله بس بالعموم يعني اللي سويته انت جميل جدا يا حبيبي يعني يعني بجد شهادتك مزورة على الآخر انت يعطيك العافية يا سلطان شكرا لك ريان بشكل سريع يا ريان